طيب، مشركوا هذا الزمان حتى في الشدة يدعون غير الله. يعني مشركوا العرب في جاهليتهم أهون شركا، وكلهم مشركون، كلهم في نار جهنم، لكن أولئك يدعون الله جل وعلا في الشدة ويشركون في الرخاء. أما مشركوا هذا الزمان فيدعون غير الله حتى في الشدة، حتى في الشدة يدعون غير الله عز وجل، سبحان الله. فلذلك قال الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه أن مشرك العرب أعلم بالتوحيد من مشرك هذا الزمان، لأن أولئك كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرونكم، ليس أقول لا إله الله وعبد الأصنام، لا ما تمشي، يا عبد الأصنام يا أقول لا إله الله وأترك عبد الأصنام. بينما مشرك هذا الزمان يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء. يعني أيهما أعلم بالتوحيد؟ مشرك ذاك الزمان أعلم بالتوحيد، ومشركوا هذا الزمان يدعون غير الله عز وجل حتى في الشدة، وقد رؤية وسمع لمثل هؤلاء. نعم والله الذي لا إله له، يعني اشتهرت القصص بل تواترت أن بعضهم في حال شدة ومع ذلك يدعو غير الله. واحد يقول تعطلت الطائرة في السماء، أخذ الناس يبكون يدعون الله عز وجل، في واحد من أولئك القوم معمم يدعو غير الله، طيارة تكاد تسقط فيه يدعو غير الله. قال فلما هدأت المرتفت عليه وإلا قد بال على نفسه، هو يدعو غير الله، فكتب في قصيدة هذا الرجل موحد. شوف، وآخر يقول وجدنا واحد قد قد خرجت أختاب بطنه في حادث شديد هنا وهو كامل الجيش العراقي، نقول أقول لا إله إلا الله، يقول روح لا إله، يقول يا علي يا علي، وهو موات يبي يموت يقول يا علي يا علي. شوف، فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. بل جاء في أقوالهم في الشعر وفي النثر أنه لن ينجيك يوم القيامة إلا فلان وفلان، اللي يقول فاطمة واللي يقول علي واللي يقول يا رسول الله خذ بيدي. إذا قامت القيامة ما في إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده، سبحان الله، أين الله؟ تأملوا وانظروا واحمدوا الله على نعمة التوحيد. نعمة التوحيد نعمة عظيمة، لكن الخوف أن تسلب منك يا عبد الله، إن سلبت منك لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن لا نرى هذا اليوم، من سلب منه التوحيد فإنه يدخل جهنم لا يخرج منها أبدا. هذا شيء أعظم عذاب، أعظم عذاب. يعني أي مصيبة الآن ممكن تهون لو أكبر المصائب. يعني إيش أكبر؟ الموت، يعني ما كلنا ميتين، أهل القصور وأهل الدثور الكل سيموت، الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول، يعني واللي ما مات سيموت ولا لا؟ لكن إذا دخل إنسان جهنم ولن يخرج منها، متى إلى متى؟ أبد الآبدين، نعوذ بالله. كلما أراد يخرج منها أعيد فيه بسبب الشرك. الشرك خطير جدا. قال جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذاك هو الخسران المبين. تمسك التوحيد، قوة التوحيد. التوحيد يضعف ولا ما يضعف؟ يضعف ويذهب ويبطل ويذهب ولا يرجع. نعم، ذاك لازم تقام على توحيدك، لابد تقويه، لابد تتعاهده، لابد تزيد فيه دراسة وقراءة وتمسكا وتدبرا ودعوة، حتى لو تدعو الناس إليه يقوى توحيدك، حتى تنصب من يذكرك يا فلان أما كنت تدعو لتوحيد الله، كيف تذهب إلى فلان وإعلان ولا تعلق تمائم ولا تبحث عن ساحر ولا كاهن؟ الآن لما وقعت في المصيبة أين أنت؟ لم كنت تعلم التوحيد، فأنت نصبت من يذكرك بالتوحيد إذا احتجت إلى من يذكرك به. التوحيد يا عباد الله. نعم.